هل هناك شخصيات عراقية أخرى على مستوى العالم والمنطقة العربية شاركت باسم العراق في إدارة هذا النوع من التوعية، فنية التوعية فنية أو ثقافية أو إبداعية؟ لا للأسف. والفنان العراقي دا يركض وراء عيشته، لذلك ما عنده فرصة يفكر بالأشياء. عنده قناعات كبيرة إنسانية، بس ما عنده، تعبان من دور الحياة، من البحث عن فرصة، لأنه انظلم إذا كان ممثل وإذا كان مسرحي وإذا كان سينمائي أو تشكيلي، أو إلا اللي طلع برا وحقق اسم استطاع أن يعني يفكر شوية. لكن اللي عايشين داخل العراق فنانين كبار وعقول عظيمة، لكن السعي وراء الحياة، أدنى مستلزمات الحياة، خلتهم في ظرف لا يستطيعون التفكير بأهمية دور الإنسان المؤثر بالمجتمع، سواء كان فنان أو أي شيء آخر.